يوتيرن الاول والثاني والثالث اللي تكلمنا عليه. زي ما اللي قدامي كمان نفس الشيء، الشارع يعتبر بدوا يجهزوه والان يعني على وشك الانتهاء، ويكون هذا اللي شايفينه اللي هو شارع العمدة هذا حيكون الداري الاول في المدينة المنورة. طيب سرعة طريق ملك عبد العزيز 50 ولا 80؟ زي ما انكم شايفين شالوا الرصيف وخلوا شارع او يوتين والله اعلم. طب متى هيقفلوا طريق ملك عبد العزيز؟ السرعة هنا 60 وهذا هو المشروع رؤى المدينة، هناك 80 وهنا 50. كم السرعة؟ سرعة طريق ملك عبد العزيز كم الآن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية يا شباب. اليوم حلقتنا حلقة مميزة، اليوم هنتكلم عن إشاعات طريق ملك عبد العزيز. طريق ملك عبد العزيز مليانة إشاعات ومليانة أشياء صراحة قاعد نسمع فيها، هل هي واقعية وهل هتكون في المستقبل موجودة أو غير موجودة؟ خلينا نحن نشوف. فحلقتنا حلقة بسيطة جدا وحنتكلم كده نقاط بسيطة عن طريق ملك عبد العزيز وتطويرات بإذن الله تعالى يوم من الأيام نشوفها على أرض الواقع عن طريق ملك عبد العزيز. كم سرعة الآن سرعة طريق ملك عبد العزيز؟ انت كم حتمشي فيه؟ ايش الشوارع اللي حتتقفل؟ ايش التخطيط الجديد الان بيصير في طريق ملك عبد العزيز؟ فكل داخل هذا المقطع حيكون اشاعات، ما هو واقع، حتى نشوفها على ارض الواقع يكون شيء ملموس ونعرف انه هذا القرار صحيح. نقول بالفعل هذا هو الحقيقة. يعني اول اشاعة موجودة الان معانا اللي هو طريق الحزام، نحن الان في طريق الحزام زي ما انكم شايفين. طريق الحزام يقال انه نصف طريق الحزام يغلق لين ماكدونالدز اللي على اليسار الان، هيجي اوريكم ماكدونالدز هتقفل لين هنا، وطريق ملك عبد العزيز حيستمر من عند الإشارة ويمين إلى المطار حيكون موجود، لين هنا حيكون مغلق إلى ماكدونالدز. هذا خلفه كله حتكون مشروع توسعة الحرم، وهنا حيكون يعتبر خلاص مفتوح إلى المطار أو القطار. هذه أول إشاعة موجودة معنا، هل هي حقيقية واقعية تكون على ارض الواقع؟ ما نعرف. طيب يا اخوان زي ما انكم شايفين اول يوتيرن هذا هو اللي فتحه بين الرصيف، فتحوا الرصيف وخلاه يوتيرن، ايش المقصد؟ ما نعرف حاليا، هذا ما عندي شيء منه. عندنا هنا يوتيرن عند العمود زي ما انكم شايفين على ذيك الجهة، هذا هو طريق ملك عبد العزيز. يا ما شاء الله تبارك الله، اليوم اجواء المدينة المنورة خرافية، شكلها حتمطر. طيب يا اخوان الان عدينا شارع طريق ملك عبد العزيز، من شايفين الحرم خلفي الان، هذه هي اليوتيرن الاول والثاني والثالث اللي تكلمنا عليه. زي ما انكم شايفين شالوا الرصيف وخلوا شارع او يوتيرن والله اعلم. فبيقولوا اليوتيرن الاول والثاني قبله هيكون طريق ملك عبد العزيز مغلق. من عند اليوتيرن الاول والثاني في الثالث على هذيك الجهه جنب عند الكوبري، هنا هيكون طريق ملك عبد العزيز مغلق لين الحرم. شباب زي ما تكلمنا هذا هو اليوتيرن الاول والثاني والثالث، من هنا حيغلق الطريق ملك عبد العزيز، هذه الاشعه الثانيه، وهذا حيكون الناس اللي جايه من الكوبري حياخذوا يوتيرن وحيرجعوا. طيب نحن الان قاعد نبعد عن طريق ملك عبد العزيز متجهين الى طريق او شارع العمده، وزي ما تعرف شارع العمده كان كله خطين، شارع رايح وشارع جاي، فكانوا خطين فقط. والان زي ما انكم شايفين ما شاء الله تبارك الله ثلاثة خطوط، والشارع زي ما انكم شايفين الانارات جاهزة واللوحات جاهزة،
بس زي ما انتم شايفين هناك اللوحة السرعة هنا 60، السرعة هنا 60، وهذا هو المشروع رؤى المدينة. واللي قدامي كمان نفس الشيء، الشارع يعتبر بدوا يجهزوه والان يعني على وشك الانتهاء. يقال هذه اشاعة كمان انه الداري اللي عند 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 الداري الاول في المدينة المنورة عند الحرم والفنادق يغلق، ويكون هذا اللي شايفينه اللي هو شارع العمدة هذا حيكون الداري الاول في المدينة المنورة، هذا حيكون الداري الاول زي ما انكم شايفين بجوار رؤى المدينة. هذه رؤى المدينة يا ما شاء الله تبارك الله. الشارع تقريبا جاهز له الان شهر وما فتحوه، ايش الهدف من الموضوع ما اعرف، لكن ما شاء الله تبارك الله الشارع جاهز معنى وكلمة، يعني ما في شيء ناقص، الإنارة، الأرصفة، الواح، شو اسمه الإرشادية، هذه المحلات ما شاء الله تبارك الله قديمة 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 جدا ما شاء الله تبارك الله. والله افتكرها من أيام أنا في ابتدائية وأشوف المحلات هذه أرض الواقع كانت موجودة ومفتوحة، فالمحلات هذه قديمة جدا. هذه من ضمن أحد المحلات، شوفوا فرن تميس، هذا كان فرن تميس، والله صراحة عليه ما في شيء، الدنيا مبهدلة هنا، ما تعرف يوم من الأيام حيكون هنا فندق 5 نجوم أو 6 نجوم. فقريبا هنشوف أشياء مفاجآت في المدينة صراحة، هنشوف مفاجآت وأشياء جديدة في المدينة المنورة. طب زي ما انكم شايفين الان نحن متوقفين في طريق ملك عبد العزيز امامنا الحرم، هتيجي هنا هتشوف اللوحه 50، هل السرعه فعليا 50؟ طيب نرجع شويه كده اذا انتم شايفين اللوحه اللي جنب الشجره هذيك، خلينا نقرب خلينا نمشي عشان اوريكم، هناك 80 وهنا 50، كم السرعه؟ سرعه طريق ملك عبد العزيز كم الان؟ يا اخوان زي ما انكم شايفين اللوحة هناك 80، هل السرعة سرعة طريق ملك عبد العزيز 80 او 50؟ ما شاء الله تبارك الله اجواء المدينة اليوم خرافية، وزي ما نحن متعودين كأهل المدينة الان فعليا طريق ملك عبد العزيز مزدحم تقريبا 24 ساعة. انا فعليا يا شباب الله يعطيكم العافيه بمشي في طريق ملك عبد العزيز السرعه 80، ما عمره اخذ ساهر، وحتى الان بمشي 80، ما يعني السرعه الفعلي 80 مو 50 والله اعلم، انا بمشي 80 ما تصور. اما باقي الاشياء اللي انتم شفتوا في المقطع زي ما تكلمت من بدايه الحلقه انه كلها اشاعات، والله اعلم ايش اللي بيصير في طريق ملك عبد العزيز، ايش التخطيط الجديد والله اعلم غير واضح حتى الان بالنسبه لنا، والكل بيتكلم عن طريق ملك عبد العزيز، هل حيكون في دائري جديد؟ هل حيكون طريق ملك عبد العزيز حيغلق بشكل نهائي؟ حيكون في مشروع وحيكون في توسعه جديده في طريق عبد العزيز، حيصير 5 6 خطوط في كل خط؟ ما اعرف شيء حتى الان، ما في شيء واضح والله اعلم. طيب يا اخوان الله يعطيكم العافيه، كده نحن وصلنا نهايه حلقه اليوم، اعطوني رايكم في التعليقات ونشوفكم في الحلقات القادمه. سلام سلام.